تفكر في الهرب من الولايات المتحدة الأمريكية بعد فوز ترامب بالرئاسة مجددا؟ يبدو أن بعض المشاهير أخذوا هذا الخيار بجدية. شركة فيلا في ريزيدانس استجابت لهذه الفكرة بتقديم عرض غير تقليدي، رحلة بحرية لمدة 4 سنوات تجوب خلالها 140 دولة. تكلفة الغرفة الفردية 255,999 دولار، بينما تصل غرفة الزوجين إلى 319,998 دولار، وتشمل باقة مريحة من الإنترنت السريع، وجبات يومية، خدمة ترفيهية كالسبا وصالات اللياقة. في طبعا إعلانها مشاهدين صرحت الشركة أنه هذه فرصة كان الهروب من عهد ترامب وترك الزحام والأخبار السيئة خلفك، أوفي بوعدك وانضم إلينا. طبعا مشاهدين هذا العرض تزامن مع تعهد عدد من المشاهير الأمريكيين مثل جورج كلوني، هيلاري كلينتون، مادونا، روبرت دينيرو وغيرهم الكثيرين بالرحيل عن البلاد في حال فوز ترامب، مما أثار موجة من النقاش والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نقرأ التعليقات حول هذا الموضوع، جاءت كثيرة جدا. عبد الله يقول يمكن يكون هذا هو أغرب استغلال دعائي ممكن يشوفه الشخص في حياته. نقرأ تعليق إضافي. عبد الرحمن يقول الشركة ذكية، استغلت الحدث كدعاية لها وقدمت خدماتها بطريقة جميلة. إذا كان المسوق بارع يستغل الأحداث لصالحه. ونقرأ تعليق أخير نأخذه حول هذا الموضوع. عبد الرحمن يقول كان لازم يضيفه وأدرس بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه بالتعاون مع جامعات العالم، عشان لو كانت نهاية العالم تموت.